أول شيء ميكانيزم أوف أكشن، أورجانيك نايتريت ريلاكس فاسكولار سموث ماسل باي ذير انترا سيلر كونفرشن تو نايتريت ايون اند ذن تو نايتريك اوكسايد ويتش اكتيفيت جوانيليت سايكليز. على يا انزيم جوانيليت سايكليز، سايكليز من اسم سايكليز يعني هذا انزيم، اند انكريز ذا سيل سايكليك جوانوسين مونوفوسفيت، يعني من هو جي ام بي، سايكليك جي ام بي راح يزيد. اوكي شلون زاد السايكليك جي ام بي؟ لان صار اكتيفيشن للجوانيليت سايكليز. اوكي يعني الحكي وين؟ حكي يم الانزيم اكتيفيت جوانيليت سايكليز، يعني نترك اوكسايد سوى اكتيفيشن للجوانيليت سايكليز. لمن صار اكتيفيشن بالجوانيليت سايكليز منو راح يزيد عندي؟ سايكليك جي ام بي. خلينا نشوف السايكليك جي ام بي حنحصل من عنده. Elevated cyclic GMP ultimately leads to dephosphorylation of the myosin light chain. شو يسوي؟ Dephosphorylation of the myosin light chain resulting in vascular smooth muscle relaxation. هذا الفيجر شوفوا. أول شيء أخذنا كاتبين administered nitrate. Nitrate أول شيء صار، بعدين صار nitric oxide زيد. هو المفروض هنا هذا السهم شو يصير؟ يصير activation of guanylate cyclase زيد السايكليك جي ام بي سوى dephosphorylation of myosin light chain lead to vascular smooth muscle relaxation. اوكي فهاي الميكانيزم اوف اكشن، هذا المخطط. زين nitrate such as nitroglycerin causes dilation of the large veins. Relaxation management my large veins which reduce preload venous return to the heart يقل and therefore reduce the work of the heart. This is believed to be their main mechanism of action in the treatment of angina. Then nitrate also dilate the coronary vascular providing an increased blood supply to the heart. الكاينتيك مالته شباب الكاينتيك كل الايتمز مال النايتريت او كل الممبرز اوف ذا نايتريت فاميلي نفس الشيء، كلهم يشابهون، كلهم يشابهون. لا دكتور اكيد لا، اكيد يختلفون مو صحيح؟ ايه احنا عندنا نيتروغليسرين وعندنا ايزوزوربيد داي نايتريت وايزوزوربيد مونو نايتريت. هي أنا المخطط شباب هو بالكلاسيفيكيشن دكتور حسام منطيكم مو صحيح؟ كلاسيفيكيشن نطاكم كاتب لكم نايتريت منطيكم اكزامبل كاتب لكم نيتروغليسرين وايزوزوربيد داي نايتريت ايزوزوربيد مونو نايتريت مو صحيح؟ اي بلي دكتور بالمخطط موجودة. اي بالمخطط هذا الكاينتيك هذا ترى مهم بالعملي شباب. Pharmacokinetics. Nitrate differ in their onset of action. أول شغلة يختلفون بها ذول الثلاثة الممبرز هو شنو هو؟ The onset of action. And rate of elimination. Rate of elimination و onset of action. The onset of action varies from 1 minute for nitroglycerin to 30 minutes for azoxarbid. زين. Azoxarbid mononitrate. الازازوربيد مونو نايتريت يعني منو اسرع دكتورة؟ هو الاسرع بس تكون مدة قليلة يعني. اي اي لا لا هسه على الاونسيت جاي احكي شباب. ايش حكيت ثاني؟ كتبت ذا اونسيت فرايز فروم 1 مينيت تو نيتروغليسرين تو 30 يعني شوفوا دقيقه واحده يبدي بيها من هو الاونسيت اوف اكشن نيتروغليسرين ونص ساعه المونو نايتريت يعني منو اسرع؟ النايترو نيتروغليسرين وشوفوها هي انا بالمخطط كلش واضح واضح من الكتابه ايش كاتبين؟ كاتبين نيتروغليسرين شوفوا هذا الاحمر يعني اونست والازرق ديوريشن الاونست اوف اكشن مالته 2 مينيت 1 تو 2 مينيت الديوريشن اوف اكشن ايش قد الهاي مالته 25 دقيقه
25 دقيقة. هذول من هم؟ هذا الحب أو السبري؟ حب أو سبري. عندنا مركب ثاني بالنيتروغليسرين، طبعا شباب انتبهوا لي، هو صح نيتروغليسرين بس ممكن يجي حب أو سبري أو سستينت ريليز أو ترانس ديرمال. يعني هو النيتروغليسرين يجيك بعدة أشكال، النيتروغليسرين نفسه يجي بعدة أشكال. أول واحد التابلت أو سبري، الأونست أوف أكشن مالته 2 مينت، كلش سريع. ها سبلينجوال أقصد بيه، سبلينجوال تابلت أور سبري أو بخاخ تطيب الأورال، أورال كافيتي. الأونست أوف أكشن مالته 2 مينت والديوريشن 25 دقيقة. هتقدرون تتابعون وياي شباب بالمحاضرة، على المحاضرة مالتكم أو هو على هذا التسجيل. على المحاضرة مالتكم قدام النيتروغليسرين ايش تكتب؟ تكتب سبري أو سبلينجوال تابلت أونست 2 مينت ديوريشن 25 دقيقة. أوكي؟ الأورال سستينت ريليز، أورال سستينت ريليز، شوفوا من اسمه سستينت، سستينت يعني شنو هو؟ يعني مسوين بيه موديفيكيشن بالتركيبة مالته حتى يكون الإفكت مالته لونج ديوريشن. الأونست مالته 35 دقيقة والديوريشن 4 إلى 8 ساعات، 4 إلى 8 ساعات. الترانس ديرمال أقصد بها الباتش، ترانس ديرمال باتش تكون 30 منت الأونست و10 إلى 12 ساعة هو الديوريشن أوف أكشن. أوكي؟ هل هنا واضحة؟ إيه دكتور أنا واضحة. هاي واضحة مو صحيح؟ هاي مخطط وواضح وبالدقائق. أنتوا نفسها تقدرون تحولوها على المحاضرة اللي عندكم. مجرد أسهم تكتب السبلينجوال والسبري 2 مينت ب 25، الأورال سستيند 35 ب 4 إلى 8 ساعات، ترانس ديرمال 30 دقيقة إلى 10 إلى 12 ساعة هو duration of action. خلينا نشوف الأزازوربيد داي نايتريت، شوفوا الداي، هذا الداي في الداي سبلينجوال واورال سلو ريليز بشنو؟ بشكلين دوائين، يعني تو دوزج فورم. الايزوزوربيد داي نايتريت شباب، ايزوزوربيد داي نايتريت عنده اثنين من الاشكال الدوائيه، عنده سبلينجوال وعنده اورال سلو ريليز. بالسبلينجوال الاونست اوف اكشن ما تشقد 5 دقائق، الديوريشن ساعه واحده، الديوريشن ساعة واحدة، يعني المريض مالتك راح يستفاد من عنده ساعة واحدة بس. الأورال سلو ريليز الأونست مالته حيكون نص ساعة 30 مينت والديوريشن 8 ساعات، ديوريشن 8 ساعات. هاي ترى مطلوب من عندكم، هاي أجيب لكم إياها. أوكي؟ هاي بالعملية مطلوبة شباب. جينا على المونو نايتريت، المركب اللي موجود اللي احنا نعطيه شنو؟ اورال اكستندد ريليز، اورال اكستندد ريليز. الاونست مالته ايش قد؟ 30 دقيقة، الديوريشن مالته اكثر من 24 ساعة، ممكن يبقى الافكت مالته يوم كامل. هذا من هو؟ اورال اكستندد ريليز، هو من اسمه Oral Extended Release. اللي هنا أنا واضح؟ إيه عندك ترى واضح. مجرد Classification، تردون تأخذون الصورة نفسها وتقرون عليها أو تردون على المحاضرة مالتكم نفسها، بس شو تسوون؟ أتهم Adverse Effect كلكم تعرفوها، الهيديك هو الموست كومن، صح لو لا؟ صحيح. Most common Adverse Effect of Nitrate كان هو الهدك، يجي من وراء postural hypotension، tachycardia. tachycardia. زين، بما أنه هو أثر لي على smooth muscle، بما أنه هو أثر لي على smooth muscle، فحيأثر لي على smooth muscle everyone in the whole body. يعني مثلا الجي اي تي بي سموث مصل راح يصير بي ريلاكسيشن،
راح يصير كونستيبيشن، صح لو لا؟ جينيت يورينري راح يصير بي ريلاكسيشن، راح يصير شنو؟ ريتينشن اوف يورين، صح؟ اخذتوها مو شباب؟ ايه دكتورة، ايه خدناها. وين البقية؟ خلينا نشوف البقية وين هو. يلا نغومة جاوبينا حبيبتي، شنو الادفيرس افكت اوف نايتريت؟ نغم شهاب. دكتورة هو most common، دكتورة هو most common يكون الهيديك. زين، وبعدها وبعد شي يجي وراها؟ هسه حكيت هناني قلت هيديك، وبعد قلت بوسترال هايبوتنشن، وبعد قلت تاكيكارديا، وهسه اريد السيكونسز على السمود مسل ايفري ون ان ذا بودي ايفري وير. الجي اي تي، جي اي تي، بعد اليورناري، انتنيتي يورينري، مو صحيح؟ الاسوفيغاس. اي من الجي اي تي هي تعتبر؟ دكتور، دكتورة دايستيفيشن كذلك ويكنس اي أهم يصير عنده. مو هو بعي ويكنس قصدك يعني بالمصل بالبودي مصل ويكنس ما دكتورة يصير، تدرين ليش؟ لان ويكنس ذاك يصير من يصير عندنا ريلاكسيشن بالسكليتال مصل. هنا ترى دا نحكي سموث مصل، اوكي؟ هنا دا نحكي سموث مصل. شوفوا هو هذا هاي فائله الفسلجه، هاي فائله الفسلجه. ويكنس يصير بالسموث مصل، ويكنس بالسموث مصل، اوكي؟ ويكنس بالسموث قصدي ويكنس. دكتور هو مو يشتغل على لحد، هو مو يشتغل على سموث مصل، يعني احنا المفروض نشتغل على فصل باي سموث باي مصل. ويكنس بالسموث مصل مثلا من ويكنس يصير ريلاكسيشن، ويكنس ذاك بالسكليتال مصل مثلا بيشنت ذول جماعه الجلطه ما جلطه والسي في اي. دكتور مو انا قارئ المزمه، قارئ المزمه اللي سويناها دكتور حسام، يعني كان مكتوب ويكنس ودزنس ويكنس. لا لا شباب عيني دكتوره، هم ديزيرس افكت. اي هو ادفيرس افكت، اكيد نحكي عليه ادفيرس افكت. اي سووها ريلاكسيشن شباب رقيه. نعم نعم دكتور، اوكي. شو تكتبون حتى الـ حتى شو اسمه الوصف مالتكم يكون دقيق، عرفتي حبيبتي؟ كتبوا على السايد افكت مال نايتريت ريلاكسيشن اوف اوف سموث مصل ان ذا هول بودي، اوكي؟ هاي من نزيد الدوز، مو قلنا تاثر على سموث مصل كلها؟ فهيك كتبوها، اوكي؟ هسه اوكي زين. بعد شو يصير بشنو الميزه النايتريت؟ بتولرانس، مو صحيح؟ تولرانس تو ذا اكشن اوف نايتريت ديفلوب رابيدلي از ذا بلاد فيزلز بيكم ديسنسيتايزد تو فازو دايليشن. تقوم شنو ما تستجيب الفاسكولار سموث مصل اللي موجوده بالبلاد فيزلز، تقوم ما تستجيب ديسنسيتايزد، اوكي؟ تولرانس كان بي اوفر كام باي بروفايدنج ا ديلي نايتريت فري انترفال. هاي حكيت لكم يا هاني بالنظري، صح ولا لا؟ قلت لكم لازم ننطي البيشنت نايتريت فري انترفال تو ريستور سنسيتيفيتي تو ذا دراج. ذس انترفال اوف 10 تو 12 اورز از يوجوالي تيكن ات نايت. دائما بالليل، بالليل اخلي البيشنت اون فري انترفال، free period from nitrate، انطي 10 الى 12 ساعه ريست حتى الانزيمات مال البودي مالته ترجع تتكون. ليش انطي بالليل؟ because demand on the heart is decreased at that time، لانه يعتبر هو resting time، rest time. patient راح يكون يعني يروح للبد للبدروم ويرست، يعني ما عنده فد هيفي heavy work، فدائما انطي النايتريت فري انترفال ات نايت. however variant angina worsen early in the morning. دائما شو وقت تستاء حاله البيشنت؟ دائما بالصباح due to circadian catecholamines surge، يعني دائما الكاتيكولامين تكون في الاوج مالتها هو صباحا. therefore the nitrate free interval in these patients should occur in the late afternoon. Late afternoon. هسه إذا أجيب لك MCQ أقول لك due to tolerance to the action of nitrate I must or I should give the patient a free period, free nitrate interval.
وأنطيك أوقات، أنطيك أوقات، أقول لك من 6-8 الصبح، من 10-12 الصبح، وأنطيك من 6-8 بالليل، وأنطيك من 12-2 بالليل، إيش تختار؟ من الشباب؟ 2 بالليل، لأنه باعتبار هنا الديمان حيق المال الهارد. أي فاختار آت نايت، أوكي؟ لأن أنا حاجت لكم إياها، قلت لكم نايترات فري انترفال أنطيها بالليل لأن الديماند على الهارت يقل. فبالليل إيش وقت؟ يعني من 12 وورا يكون وقت أفضل. وبعدين أنا الخيارات مالتي كلها كانت الصبح والظهر، قلت لك من 6-8 الصبح هذا لا ما يصير، من 10-12 الظهر هم ما يصير، هذا أوقات يعني مال أكتيف أكتيف تايم، أوكي؟ من 6-8 بالليل مقارنة بال 12 إلى 2 بالليل تكون أم الليل أفضل إنه أبدي بها وأخلي البيشنت على فري انترفال. أسلينا أوكي، هسه إيش عرفنا؟ عرفنا الميكانيزم أوف أكشن، عرفنا الكاينتيك والفروقات اللي بيناتهم، عرفنا الأدفيرس إفكت. زي من يحكي لي الكونترا انديكيشن مال الانتي انجينال او النايتريت، شنو الادفيرس الكونترا انديكيشن؟ الكونترا انديكيشن دكتور يعني موانع الاستخدام الكونترا انديكيشن. اي كاتب لكم اياها وبالملزمه الدكتور، اقروها اقروها من يكون محتولي. الكونترا انديكيشن كونترا انديكيشن اوف نايتريت ترى اذا يعني حسب الفهم، اذا هو يسوي تيكي كاردي ابو التيكي كاردي ما ننطيه، ابو الهايبوتنشن هم ما ننطيه. زين يعني ما اعرف حسب الفهم، لان هو ما مثل مكتوب. اذا هو كلش هايبوتنسيف، كلش هايبوتنسيف، انت قصي البلاد بريشر مالته لازم تصلحين البلاد بريشر بعدين تعطينه، بس هذا مو ابسوليوت. شو اسمك حبيبتي؟ رقيه. رقاوي، احنا شو نسوي ذولا؟ ونشوفهم يحتاجون نايتريت، فنرفع الضغط مالتهم، نرفعه مثلا نضيف فلويد اللي مثلا 9.5 على 5 ما اعرف ايش على الحافه، ذولا نرفع الضغط مالتهم نصلحه وننطيهم. بس اكو ابسوليوت كونترا انديكيشن. الابسوليوت دائما خلوها انه اول وحده ببالكم عندها مثلا الرجي، الرجي للكومبوننت اوف نايتريت، صح لو لا؟ مو الرجي اول وحده، بعد ديورنج بريجنسي ننطي لو ما ننطي؟ منو شاطر يقول لي؟ ها شنو محاضرات معقولة ما عندكم لا بالموبايل؟ سو ريلاكسيشن لليوتراس. ها؟ سو ريلاكسيشن لليوتراس ما ينطي. زين، شو وقت ما ننطي؟ يا تراي مستر؟ كل الحمل ما ننطي 9 أشهر؟ دكتورة بأشهر محددة؟ ها؟ الفيرست والسكند ترايمستر؟ الفيرست ما ننطي. زين؟ طبعا جماعة الهايبوتينشن، الهايبوتينشن إذا بي مجال إنه أنا أصححه وأنطي، يعني مو أبسوليوت، بس إذا هايبوتينسيف كلش يعني ما ألحق أنا أصحح الهايبوتينشن فما أنطي، عرفتوا؟ البراديكارديا شو وقت إحنا نعتبر براديكارديا؟ بس اكو مهمات هسه راح اجي عليكم انطيكم اياهن. مثلا البيشنت اللي عنده رايت فينتريكولار انفراكشن، رايت فينتريكولار انفراكشن، هذا ما انطي تكي كارديا. ننطي لو ما ننطي تكي كارديا؟ ما ينطي نايتريت. ليش؟ لان شو اسوي عندي؟ اسوي عندي ريفلكس تكي كارديا، اوكي؟ والهايبوتنشن بي ليميتيشن، مثلا اذا سيستوليك اقل من 90 والدايستوليك او اكثر من 3 درجات هابط ضغط المريض، اوكي؟ يعني كلش، يعني مثلا مو 9.5
ولا 10، عرفتوا؟ لازم جوا 9، يعني مثلا 8 و9 10، 8 8 ونص، 7، ذاك الضغط اللي ما انطي، لازم اصحح. يلا بس اذا كان ضغط البيشنت 95 95 على 6 انطي، فهاي بها ليميتيشن، ترى غلطكم بها بالام سي كيو. شباب اجيب لك بيشنت هل قد الضغط مالته، اجيب لك الضغط مالته 95 ملي متر ميركوري على 60، انطي لو ما انطي انطي، من يصير جوا 90 ما انطي. اوكي برادي كاردية اقول لك الفالس ريت مالته 55، انطي لو ما انطي انطي، ليش؟ وقت ما انطي لما يكون 50 بيت بير منت، تاكي كاردية ما انطي. اوكي فيرست ترايمستر اوف بريجننسي، وبالحاله البيشنت اذا عنده رايت فينتريكولار انفراكشن، رايت فينتريكولار انفراكشن. زين منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال؟ حضور وصلتكم الفورمة مال الحضور؟ شباب وين تروحون؟ والله ما ادري. كنت دكتورة لا بعدها والله. لا دزيتها. شوفوا الهاي مالتكم. لا دكتورة وصلت. ايه دكتورة وصلت. وصلت اسمها تيندنس مو؟ ايه ايه دكتورة. بس اكتب الاسم واسوي لها سبمت. خوش عن دكتورة. ايه دكتورة وصلت. شوفوها بالله احد من عندكم دزها؟ ايه ايه دكتورة وصلت. لا لا قصدي يعني رجعتوا لي اياها؟ لا ما مراجعين بعد، ما حد مرجع. ها دكتورة وصلت ايش؟ بس راح اشوفها. سويت لها سبميت نزهان؟ ايه ايه أي جدتي.